فكرة الفلوج النهاردة ان احنا رايحين الايفنت بقى بتاع مايند جاب وكده وبس. ادينا روحنا بعد الصلاة عايز ومعانا اخويا. صباح الفل عليكم يا شباب. وبس طبعا بقى لنا كتير جدا ما عملناش يوتيوب فيديوز، فمضطرينا بقى نعمل فيديوهات تاني وكده ونرجع. يا شحتة يا عم، بص لي يا جدعان، عمال لي كده يا جدعان. بصوا يا جدعان، الناس دي جايين خناقة. Say hi back to YouTube. سلم على أصدقائك بتوع اليوتيوب. يا جدعان الواد ده هو اللي عمل تمبل في البيت، هو الواد ده. ودلوقتي بقى اجواء اوروبا بقى وكده، الدنيا بتمطر بس، فموقفين شويه وبعد كده هنرجع تاني. انا ليه حاسس ان انا في قناه اذاعيه؟ نسيت اقول لكم، دي هاجر one of my fans. جدعان اليوتيوبر ده ماشي، شكرا. اليوتيوبر ده يا جدعان جامد جامد جامد، ثلاثة جامد، ويعني انا من ده من الناس اللي انسباير مي ان انا اعمل يوتيوبينج يعني. حاجات تبسطني وتشرفني. وانا كمان والله. بس اتكلم في المايك، قول حاجة للفانز. حاجة تبسطني وتشرفني ونفسي الناس كلها تسكيت. ده فارس ذكري، برو سكيتر جايبينه من يوغوسلندا. وجاي النهارده يشرفنا في الايفنت. النهارده هتعمل ايه النهارده؟ كيك فليبي. ماشي، انا اتشرفت جدا بيك. ودلوقتي يا رجاله هنبتدي المسابقه من بعد المطره ومن بعد الاجواء الاوروبيه وبعد الطقوس المتغيره و بيتس از ذا بيست. وي ايوه علي، عايزين حماس يا علي. انا خلاص بعد اذنك. ايوه مصر طارق يا اللي معلمهم. بس كده خلصنا اليوم. هو الصراحه الدنيا بقت بتمطر كتير وكده وبس، ولكن يعني ايه، هو اليوم مكمل بس انا صراحه مش قادر اكمل المطره وكده، يعني بهدلت هدومي والجو ده. بس عامه يعني هارد لك لكل اللي لعبوا، جود لك برضو لكل اللي دخلوا وشاركوا، وكان يوم تحفه. وبس طبعا انا عارف الفيديو ده مفيش حد هيشوفه غير اتنين تلاته. متنساش تعمل بقى اللايك وسبسكرايب لو انت وصلت لغايه دلوقتي في الفيديو. وبس بحبكم جدا، باي.